السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كده مع بعض هنعمل أحلى صينية نجرسكو بجد. هتجربوا النجرسكو على طريقتي وبجد هتعتمدوها دايما. ما شاء الله يا جماعة، الطريقة ممتازة والطعم بجد رهيب. وهقولك إزاي النهاردة تطلعي قطعة المكرونة متماسكة لو أنت بتحبي القطعة متماسكة، تمام؟ وإزاي تطلعيها جوسي وطرية، عشان في ناس كتيرة جدا بتسألني في التعليقات أنا عايزاها مثلا قطعة متماسكة، وفي ناس بتحبها جوسي. أنا عن نفسي بحبها جوسي وتكون طرية كده معايا. طبعا زي ما تحبي هنقول لك الطريقتين هتعمليها ازاي. هنا جوسي معايا وما شاء الله يا جماعه البشاميل سايح وتحفه جدا. الطريقتين هنقولهم مع بعض، بس يا ريت قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا حطوا لنا لايك. نشوف كده هنعملها مع بعض ازاي. اولا معايا كده الفراخ، دي صدور دجاج يا جماعه مقطعاها جوليان، تمام؟ وهبدا اتبلها معاكم. التتبيل معايا اهم حاجه يا جماعه، انا بحب في تتبيل الفراخ الروزماري، وخصوصا بقى ان هو كده فريش معايا فتحفه جدا. ومعايا هنا كزبره ناشفه، معايا ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا. ونبدأ كده نبهر كده معانا الفراخ بتاعتنا. ومعايا كده معلقتين كبار من الزيت، وهحط عليهم دلوقتي فص ثوم، هيدي معانا نفس حلو جدا جدا. ونبدأ نقلب بقى البهارات دي كده مع الفراخ معانا لحد ما تندمج مع بعض. لو مش متاح عندك الروزماري تقدري تستغني عنه، مفيش مشكلة خالص، او لو في المجفف عادي جدا مفيش مشكلة. هنبدأ نقلب كده كويس جدا معانا، وهنسيبها طبعا على جنب ونبدأ نشتغل في باقي المكونات معانا. انا بحب ابهر الفراخ كده الاول عشان تبقى طعمها حلو جدا معايا. دلوقتي هنبدأ نسلق المكرونة معانا. انا هستخدم النهارده يا جماعة المكرونة الاسباجيتي، تقدري تستخدمي اي نوع انت عايزاه مفيش مشكلة. بنحط كده معانا في المية ملح بس، اهم حاجة يا جماعة ما تحطوش زيت للمكرونة البشاميل، تمام؟ سواء نجرسكو او مكرونه بشاميل، اي مكرونه تسلقوها ما ينفعش تحطي عليها زيت. ليه بقى؟ لان الزيت ما بيخليش البشاميل يمسك على المكرونه، فدي نقطه مهمه جدا جدا. انا هنا حطيت المكرونه معايا وهسيبها تتسلق. واهم حاجه وانت بتسلقي المكرونه ما تسويهاش سوا كامل، يعني بالظبط 5 دقايق واقفلي عليها، هقولك ليه في اخر الفيديو. معايا كده بقى الصينيه بتاعتنا، حطيت كده فيها معلقه سمنه بلدي، وهبدا كده اشوح الفراخ بتاعتي بعد طبعا ما اتبلت معايا، تمام؟ بنحط كده الفراخ معانا زي ما انتم شايفين كده، السمنه معانا سخنت جدا، والمرحله دي مهمه قوي قوي، بتخلي الفراخ بجد طعمها حلو جدا، غير لما بتحطيها على السمنه بارده او الزيت على حسب بقى الماده الدهنيه اللي انت مستخدماها. بننزل كده كميه الفراخ معانا كلها، طريقه سهله خالص بس الطعم بجد يا جماعه هيعجبكم جدا. انا ما بقلبش خالص، انا وزعتها كلها كده في الصينيه معايا، وهسيبها معاها خالص لما تجيب ميتها وتستوي معايا تماما. هوريكي بقى شكل المكرونه معايا. المكرونه يا جماعه بعد 5 دقايق بالظبط بنبدا نقفل عليها. ليه بقى؟ انا عايزاها تبقى متماسكه معايا، مش عايزاها تتسلق سلق جامد فتتهري معاكي، لانها لسه هتدخل الفرن وهتكمل تسويه معاكي. فده كده الصور المظبوط ليها، يعني ما تخليهاش مثلا لو هو مكتوب على الكيس 8 دقايق، لا هو كفايه 5 دقايق بس. كده الفراخ بتاعتنا انا سبتها طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا لما بدات تستوي معايا لوحدها من غير تقليب خالص. ما ينفعش تفضلي تقلبي، هتنشف منك وهتبقى مش حلوه خالص. كده خلاص هي استوت معايا كويس جدا، تمام؟ هبدأ كده اخرجها من الصينيه واحطها في طبق كده جنبيه. ليه بقى؟ عشان هشوح مكان الفراخ دي الخضار بتاعي. هنا معايا كده الصينيه خلاص، هبدأ احط كده فيها الخضار معايا. اول حاجه كده معايا بصلايه كبيره، التقطيع زي ما انت عايزه، جوليان او مكعبات زي ما تحبي براحتك خالص. هنشوحها كده معانا لحد ما تاخد معانا بس لون اصفر خفيف. وهبدأ انزل دلوقتي عليها بالفلفل الاخضر والحامي، ممكن تستغني عن الحامي لو مش بتحبيه مفيش مشكله. هنحط كده الفلفل معانا مقطعاه بالشكل ده، وزي ما قلت لكم يا جماعه التقطيع يرجع لكم عادي جدا، مش هيفرق معانا التقطيع خالص. وهنبدا برضو نشوحه كده معانا مع البصل، يا دوب يدبل خفيف قوي. وهبدا انزل معايا بالمشروم. المشروم انا معايا النهارده المشروم الفريش، لو متاح عندك تمام، بس بصراحه يا جماعه لو عايزين تضيفوا المعلب انا بالنسبه لي مش بحبه خالص، يعني بالنسبه لي لو مش متاح الفريش مش هستخدم مشروم، طبعا زي ما بتحبوا برضو. ده كده الفريش معانا بجد بيبقى طعمه حلو جدا ويفرق كتير جدا عن المعلق. بديله كده تشويحه معايا لحد ايه ما ياخد معايا كده لون خفيف يدبل معايا، وبعد كده هبدا انزل عليهم بالفراخ مباشره. بنشوح كده الخضار معانا، كده الخضار ما شاء الله الالوان حلوه جدا جدا ومغذيه جدا لاولادنا كمان. هنحط كده عليهم ملح وفلفل اسود، وطبعا تدوقي الطعم بقى، يعني الملح ده بتاعك انت، تدوقي بقى كده شوفي عايزه ملح زياده او اكتر او اقل براحتك يعني. كده خلاص انا قلبتهم كويس جدا، بدأوا يتبلوا معايا اهم. هنبدأ دلوقتي نحط عليهم كمية الفراخ بتاعتنا، ما شاء الله الكمية بقت حلوة جدا كبيرة، يعني هتقدري تعملي بيها طاجن واتنين ما شاء الله حلوة قوي. طبعا يا جماعة هي بتكتر معانا كده عشان الخضار اللي احنا حاطينه، المشروم والفلفل الاخضر والحامي والبصل، فبيكتر الكمية معاكي. انا النهاردة عملت بيها
طاجن اللي هو الكبير الاسود اللي شفتوه في اول الفيديو، عملت كده طواجن اللي هي الفرد الواحد، حلو قوي كده. خلاص الفراخ بتاعتنا جاهزه، هنبدا نشتغل في البشاميل. البشاميل معايا حله على النار، هبدا احط كده معايا 5 معالق كبار من السمنه البلدي، وعليهم 5 معالق من الدقيق. انا عن نفسي بحط بالنظر يا جماعه، انتوا لو مش بتعرفوا تحطوا كده بالنظر تمام، هتعملي كده بالمعلقه، معلقه الاكل العاديه، تعايري 5 معالق دقيق قدهم 5 معالق من السمنه، واحط عليهم كده الدقيق اهو معايا كده. خلاص بدا السمنه تسخن معايا، حطيت كده عليها الدقيق، وتقدري تحطي سمنه على زيت عادي جدا. تعرفي ان البشاميل اللي معاكي هيطلع ناجح جدا ازاي، ان الدقيق يبقى معاكي سايح كده، ما يكونش تكتلات معاكي. هنضيف كده عليهم لتر ونص من الحليب وابدا اقلب. انا الحليب بالنسبه لي بحطه بارد ساخن، ان شاء الله يعني عمره ما يتكتل معايا. ما دام الدقيق معاكي من البدايه هتلاقيه كده سايح معاكي مع السمنه، يبقى كده عمره ما يتكتل معاكي. ايه اللي يخليه مثلا يتكتل او يخرز معاكي؟ لو انت حاطه كميه سمنه قليله، فتظبطي السمنه معاكي. هنحط كده ملح وفلفل اسود ونبدا برده نقلب، وهنعزز الطعم معانا بايه بقى يا جماعه؟ عندك كذا اختيار، يعني ممكن تحطي القشطه اللي هي من وش الحليب، ممكن تحطي الجبنه الكريمي، انا عن نفسي النهارده هستخدم الجبنه الكريمي، ممكن تستخدمي الزبادي، بس الزبادي لو هتحطيه بتضربيه في الخلاط مع الحليب في البدايه تمام. انا هنا استخدمت الجبنه الكريمي، بجد بتدي طعم حلو جدا وكريمي قوي، زي ما قلت لك زي ما انت عايزه براحتك خالص، يعني المتعه عندك. وممكن طبعا الجبنه المثلثات برضو، اي جبنه متاحه عندك هتدي طعم معاكي حلو قوي كده. خلاص البشاميل اللي معانا جاهز ما شاء الله، حلو جدا جدا ومقاومه مظبوط معانا، ودي الفراخ اللي احنا عملناها مع بعض. وطبعا معايا المكرونه، وهوريكي بقى شكل المكرونه ازاي معايا، مش ماسكه في بعضها خالص ومستويه كويس. هوريكي شكلها دلوقتي معايا، لما تقطعيها كده معاكي تلاقيها ايه، شايفين يا جماعه مش مهريه، يعني احنا عايزينها كده ايه، تبقى محتفظه بقوامها. ده كده القوام المظبوط ليها كده تمام، هي جاهزه معايا. هبدا احط كده معايا البشاميل في ارضيه الطاجن معايا. طبعا يا جماعه اي طاجن متاح عندكم، يعني مش شرط خالص الطاجن اللي انا مستخدماه، ممكن البايركس، الالومنيا، الفخار، اي حاجه متاحه عندك. بنحط كده كميه كويسه كده معانا في ارضيه الطاجن كده تمام، حلو جدا. وهبدا احط عليه مباشره المكرونه، هوريكي بقى شكل المكرونه معايا، شايفين يا جماعه حلوه جدا جدا، مش مهريه خالص. طبعا يا جماعه لو سويت المكرونه التسويه الكامله مش هتكون معاكي زي ما انت شايفه كده في الفيديو تمام، التسويه الكامله بتخليها تتهري معاكي. هنبدا دلوقتي نحط كده كميه مناسبه من البشاميل. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا ما قلبتش المكرونه معايا في البشاميل، لان انا بشبعها كويس جدا وهي في الطاجن، فبنحط كده معانا كميه مناسبه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ونسويها طبعا معانا كويس قوي لحد ما نتاكد كده ان البشاميل غطى المكرونه كلها معانا. ودلوقتي نبدا نحط عليها الفراخ مباشره. ببدا اوزع بقى الفراخ معايا، الكميه كده بنوزعها بالتساوي كده في الطاجن معانا. طبعا لو اتبقى معاكي كميه تقدري تعملي زي ما انا عملت، انا عملت كده طواجن منها صغيره كده. خلاص انا وزعت الفراخ معايا كويس جدا، هبدا احط كده معايا جبنه موتزاريلا، بتبقى حلوه جدا جدا في طاجن النجرسكو، بتبقى بصراحه رهيبه. طبعا يا جماعه لو مش متاحه عندكم استغنوا عنها، يعني ما توقفوش نفسكم على حاجه معينه. بعد ما بحط كده معايا الجبنه الموتزاريلا، بحط معايا كده كميه من البشاميل، شايفين ازاي الطاجن ده بجد رهيب. وكده بعدها بنحط كميه من المكرونه، واخر حاجه بنحط كده البشاميل اللي معانا، وعلى وش طبعا الجبنه الموتزاريلا. وكده الطاجن بتاعنا تمام، حلو جدا جدا. وزي ما قلت لكم الكميه اللي اتبقت انا عملت بيها طواجن صغيره، هوريكم شكلها في النهايه. بندخل الطاجن ده معانا على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، بياخد حوالي نص ساعه، وبعد نص ساعه بتبداي تولعي عليه الشوايه. اول ما بياخد معانا لون بنخرجه مباشره. ده شكل الطاجن معانا، مجرد ما بخرجه يا جماعه بحب ادي كده على وشه كده رشه من البقدونس، اولا بتكسر اللون، بيبقى شكل الطاجن حلو جدا في التقديم تمام. طيب لو انا عايزه قطعه المكرونه معايا متماسكه ازاي اطلعها متماسكه، او لو عايزاها جوسي اطلعها ازاي جوسي وطريه؟ لو عايزاها طريه هتعملي ايه؟ مجرد الطاجن ما بيطلع من الفرن وتبداي كده تطلعي منها مباشره، بيكون بالشكل اللي انت شايفاه ده، بيكون ما شاء الله البشاميل سايح معاكي، والجبنه برده بتكون سايحه، وبتكون حلوه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده معايا. حبيت كده اوريكم الطاجن من جوه، شايفين المكرونه ما شاء الله والبشاميل سايح معاكي وحلو جدا جدا. انا عن نفسي بحبها بالشكل ده تمام، ما بحبهاش متماسكه. ودي شكل الطواجن اللي هي الفرد الواحد، ما شاء الله حلوه جدا جدا. طبعا ده شكلها وهي لسه طالعه من الفرن وسخنه، رهيبه بجد. طب لو انا عايزاها يا جماعه قطعه متماسكه اطلعها ازاي قطعه متماسكه؟ بتستني لما المكرونه تبرد معاكي تماما، يعني من نص ساعه لساعه، وهتقدري تقطعيها وتطلع معاكي بكل سهوله بالشكل اللي انت شايفاه ده. الطريقه سهله جدا جدا، ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم جدا باذن الله. يا ريت لو عجبكم فيديو النهارده لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.